السلام شباب، اليوم راح نتكلم عن جهاز رينجاوي. يعتبر جهاز شرقي، فيه تشريق خارجي وفيه أصوات شرقية من خلال الستايل. طبعا الإيقاعات الشرقية موجودة فيه، عندك الصعيدي، في عندك المقسوم واللف والبلدي والأيوب والزفة والهجع والرومبا والإماراتي والعراقي والعربي واللف. في تقريبا أكثر من 120 إيقاع شرقي، طبعا بالإضافة للإيقاعات الشرقية الغربية. طبعا يعتبر الجهاز هذا تعليمي، طبعا بالإضافة إنه في أصوات شرقية. عندك هون من خلال الفويس، بضغط على الفويس تبدأ عندي الأصوات الشرقية من عند 129. بضغط ضغطة طويلة على الون 2 9، وعندي هون التشريق. فاخترنا الأصوات من خلال إن نضغط على الفويس، فبيطلع لي هون الأكورديون بلس وماينس، زائد وناقص. تتغير عندي الأصوات، هاي عندي المزمار، عندي الكوالا، عندي القانون. بالإضافة للإيقاعات، طبعا إذا بدك تختار الصوت، مثلا اتفقنا أن الأصوات تبدأ من عندك من رقم 129، بإمكانك تختار فويس ورقم الصوت. مثلا عندك المزمار 130، بختار فويس، ضغطة طويلة شوي على أساس يروح معك على العربي. 132، اي ضغطة طويلة شوي، 3 2، اجاك القانون، بتصير عندك العود، بتتحكم بالصوت من هون من الفوليوم. اما الستايلات، عندك هون كلمة ستايل بتضغط عليها، هاي عندك هجع رقم 12. طبعا اصوات العربية، او عفوا الايقاعات العربية، بتبلش عندك من رقم 0101، بتكتب هاي عندك ستايل، بتروح ستايل 01، هاي عندي صعيدي، وبضغط هاي عندي انترو. مثلا بدي انا رومبا خليجي رقم 13، بروح بختار الستايل 1 3، هاي الخليجي. هون عندنا بنوقف الإيقاع، بدك تفوت على الإيقاع اللي بعده، إما زائد أو ناقص الإيقاع اللي بعده، أو على رقمه. عندك بالستايل تكتب رقم الستايل، عندك مثلا عندي العراقي رقم 15، باجي هون بختار ستايل 1 5، هاي عراقي. بتشوف الإيقاعات وتتصارب الإيقاعات اللي فيه. طبعا الجهاز يعتبر تعليمي، ماشي، فيه الأصوات الشرقية والإيقاعات الشرقية بالإضافة للإيقاعات والأصوات الغربية. طبعا عندك بإمكانك إنك تسجل، ماشي. الجهاز بدك تدرسه شوي، مش صعب، سهل جدا، بس إنك تعرف هاي عندك التشريق للمقامات على أساس نعطيك التشريق الشرقي، وهي عندك هون الفويس على اساس تختار رقم الصوت اللي بدك اياه. احنا اتفقنا تبلش الاصوات العربية من عندك من رقم 129، عادة 2 3، باخذ معك الصوت دايركت، ماشي. بس اذا بدك تفوت فوق 100، اضغط ضغطة طويلة شوي على رقم 1 و2 3، اوكي 2 3، عندك صوت غربي. مثلا بدك مزمار 130، ضغطة شوي طويلة 3 0، 1 3 0، أعطاك رقم المزمار. وبتصير عندك أب زيادة وناقص، تختار الأصوات الموجودة فيه وتشوفها. فهذا جهاز يعتبر جهاز تعليمي، ممكن الواحد كبداية إنه يتعلم عليه.
وفي ميزة انه بامكانك انك تشبك عليه الميدي على الموبايل كمان. يعطيكم العافية.